يتوقع بإذن الله اليوم إن شاء الله في الفترة الصباحية من يوم 22 غشة تكون أجواء مستقرة إلى قليل الذهب. بالنسبة كذلك مع تقدم منخفض جوي أطلسي سنرى إن شاء الله المناطق المعنية بالأمطار الخير، فهناك بوادر خير تلوح في الأفق بدخول أمطار الخير. سنقدم لكم المدن المعنية بالتفصيل، فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق المعنية بالتفصيل لدخول أمطار وزخات رعدية قوية محليا على كذلك فاس والمرتفعات، كذلك الريف بإذن الله وهضاب الفوسفات وكذلك وجدة وبرد بإذن الله وإساق بإذن الله وتونات وكذلك مرتفعات الأطلس بإذن الله والجنوب الشرقي، ستكون كذلك بعض الزخات الرعدية وكذلك أقصى أقاليم جنوبية للمملكة. بالنسبة ليوم الأربعاء فيتوقع دخول هذه العواصف الرعدية واستمرارها بإذن الله على وجدة وفاس وتوريت وكذلك تونات بإذن الله وتازة والدريوش وطاط الحاج وميسور وكيكو وخنيفرة وفاس ومكناس بإذن الله وكذلك خريبكة وبني ملال وكذلك ميدلت وتبانت وزخات رعدية قوية على حاضرة على تينغير ورزازات وتليوين. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى كذلك على طاطا ستكون بعض الزخات الرعدية والمطرية، أمطار وزخات مطرية كذلك سوف تستمر ليوم الخميس وستؤدي إلى بعض الزخات المطرية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والجهة الشرقية ومرتفعات الريف. بالنسبة ليوم الجمعة بإذن الله فيتوقع استمرار هذه العواصف الرعدية القوية والحيطاء والحضر إخواني الأعزاء، فستؤدي إلى عواصف رعدية قوية وجدة وكذلك تورت بإذن الله وببرد وكذلك تازة بإذن الله وكيكو وكذلك خريبكة وابن ملان قد تكون مصحوبة مع برد كذلك ورياح قوية كيكو خنيفرة وميدلج، وكذلك إن شاء الله ستكون زخات رعدية قوية لتبانت وتريوين وكيمدن ومراكش وباقي المناطق الأخرى وسهول تادلة ورحمنا بإذن الله ومرتفعات الأطلس والجهة الشرقية للمملكة. بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله فيتوقع استمرار هذه العواصف الرعدية القوية على الجهة الشرقية على بوعرفة وبنان وعيشير وكذلك مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وفاس بإذن الله وكذلك والماس وإفران وسكور منتاز وخنيفرة وكذلك واتزم وخريبكة وزوج الشيخ وابن ملال وأزيلال وكذلك أكادير بوعشيبة وكيمدن أمائي من تانوت وكذلك أمزميز بإذن الله. وبالنسبة ليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع استمرار هذه العواصف الرعدية القوية على الجنوب الشرقي بإذن الله والمناطق المعنية بهذه العواصف الرعدية، فهي زاقورة بإذن الله وآكز وكذلك مرزوقة بإذن الله والرشيدية والريش وكذلك زخات رعدية على قلميمة والرشيدية وبوعرفة وبوعنان وعين شعير وكذلك الريش وتينزي وتونفيت وزود الشيخ وتيزنيت كذلك وخنيفرة وواتزم خريبكة بن ملال وكذلك والماس وكذلك سكورة مداز وإفران وصفر وميدلت وتبانش وعاطف وكذلك الجهة الشرقية للمملكة على وجدة وتاوريت وجرادة وكذلك إساقن وأكنون وكذلك بإذن الله ساكا. بالنسبة ليوم 32 غشت بإذن الله فيتوقع استمرار هذه الأمطار وكذلك الزخات الرعدية بن ملال وخنيفرة وكيكو وكذلك وطات الحاج وزخات رعدية قوية على تبانت وتينغير ورزازات ومرزوقة. وبالنسبة كذلك اليوم الثلاثاء فيتوقع استمرار هذه العواصف الرعدية القوية